ممكن ازعلك بس مش هزعلك وممكن افرح. صورة راغب علامي مع أصغر معجب له على المسرح تتصدر الترند، وساحر النساء ألان ديلون يطلب الموت. انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة للفنان راغب علامي أثناء إحيائه حفلاً في الإمارات، وظهر راغب علامي في الصورة وهو يحمل طفلاً صغيراً بين يديه ويقبله من رأسه. وقد تفاعل المتابعون مع الموضوع معربين عن إعجابهم الكبير من تصرف راغب علامي هذا، ومثنيين على علاقته مع الجمهور. فوراً أعلن غرامي، اسمع وافهم كلامي. ومن ناحية أخرى، كشف الممثل الفرنسي أنتوني ديلون أن والده النجم الفرنسي ألان ديلون البالغ من العمر 87 عاماً طلب منه إنهاء معاناته من المرض بطريقة الموت الرحيم في سويسرا. وقال أنتوني في مقابلة تلفزيونية لقناة RTL الفرنسية إن والده طلب إنهاء آلامه ومعاناته مع المرض، خاصة مع تدهور حالته الصحية منذ العام 2019 بعد إصابته بجلطة دماغية، بالإضافة لآلام في القلب يعاني منها منذ 2012. كما كشف أنتوني في المقابلة أن والدته الممثلة الفرنسية ناتالي ديلون قد طلبت الموت الرحيم عقب اكتشافها إصابتها بمرض سرطان البنكرياس، إلا أنها توفيت قبلها عن عمر 79 عاماً. ألان ديلون يعتبر من أشهر النجوم وأكثرهم وسامة، وأطلقت عليه الصحافة عدة ألقاب منها ساحر النساء، وحظي بشعبية كبيرة منذ ظهوره على شاشة السينما لأول مرة عام 1957. ذكر un mot à Philippe, vous lui transmettrez, vous voulez bien? Bon alors, je vous laisse, je vais faire un petit tour, hein? وقدم ديلون خلال مسيرته الفنية عدداً من الأعمال البارزة، منها عودة كازانوفا. وحصل خلال مسيرته الفنية على العديد من الأوسمة والجوائز. وكان ألان ديلون ذكر في يناير 2018 أن الرحيل ليس من مخاوفه، لكنه لا يرغب بالرحيل مع الآلام، لذلك بدأ يشعر برغبة في مغادرة هذا العالم الفاسد بحسب ما وصفه، لكنه لا يريد الموت بمفرده، بل مع كلبي الذي أوصيت بيطرياً ليحقنه بمادة خاصة بحيث يلحق بي عند تركي لعالم يصيبني بالامتعاض لكثرة ما أصبح مليئاً بالفساد والجرائم كل يوم، بحسب ما نقلت عنه مجلة باري ماتش الفرنسية في تقرير لمناسبة مرور 50 عاماً على مسيرته الفنية. (تصفيق)